شوف مقادير الرز دي الاول نعمله ازاي. كل كيلو رز مصري، اعظم انواع الرز في العالم الرز المصري، كيلو الرز المصري بياخد لتر وربع ميه. كيلو الرز المصري بياخد ربع لتر وربع ميه، ويتسلق بدون اي مواد اضافيه تاني خالص. اول ما يتسلق بنعمل له السيرب بتاعه اللي هو 100 جرام من الخل الرز الياباني، مش خل عادي، خل الرز الياباني بيبقى لونه شويه بيج او غامق، عامل زي خل العنب، قريب من خل العنب. والازازه بتاعته بتبقى لونها اصفر للي بيشتروه. عندي كمان 100 جرام من السكر، 100 جرام من السكر ورشه ملح عشان نعمل السيرب اللي هتشوفوه دلوقتي، هنعمله قدامكم، وكل التفاصيل هنعملها قدامكم عشان خاطر كمان اللي عايزين يستفادوا من حلقه السوشي في شيفاتنا الصغيرين اللي هم مبتدئين هيعملوا سوشي على ابوه زي ما الكتاب بيقول. عندنا تاني هقول السيرب مقاديره اهو، 100 ملي من الخل. شايفين الخل لونه عامل ازاي؟ لونه شويه زي خل العنب، مش الابيض، في نوعين من خل الرز الموجودين في السوق، ده اللون ده هو الصح الياباني. وعندي هنا 100 جرام من السكر، هنحطهم كده مع بعض وهنديهم رشه ملح صغيره. هيغلي غلوتين وهنشيبه، هيبقى معانا السيرب ده. ده الاساس اهو. هناخد السيرب ده كده يا ام مريم ونحط جزء منه على الرز بتاعنا اللي اتسلق. حط البوله دي. قلت له انا الحاجه ام مريم من اسكندريه. يا اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. لا اتفضلي يا فندم. يلا روح اتفضلي، انا سامعك. الو يا ام مريم، حاولي تكلمينا تاني يا ام مريم واحنا منتظرين تليفونك. هنحط بس الرز بعد ما استوى، لازم يبرد خالص اهو. الرز ده هيخش في كل انواع السوشي، كل انواع السوشي. اما بتروحوا لاي مكان سواء كان من بره او من جوه، سواء كان الرول فيه سيمون في مين من بره او سمسم اسود من بره او رز محمص او عجينه الطنبوره، كل ده بيبقى موجود معانا. بس في الاساس الرز اللي انتم شايفينه قدامكم ده، هنفضيه بولة. وادي السيرب بتاعه، مفيش اسهل من كده. شايفين غلي معايا، السكر داب، هشيله من على النار، مفيش اسهل من كده. ادينا له رشه ملح. يبقى حجم السيرب بتاع السكر 100 ملي من خل الرز، خل الرز اللي هو لونه البيج ده، مع 100 جرام من السكر ورشه ملح. وفي الاخر خالص هسيبه يبرد، هيبقى عند السيرب اهو. اهو شايفينه، ده اساس. باخد منه جزء احطه على الرز بتاعنا اهو، والجزء الثاني بعمل ايه بقى؟ ده اللي بشتغل بيه. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده الوصابي. الوصابي بيتباع باودر اهو. بقول يا سعد من فضلك ورق. اه خلاص، الوسابي بيتباع باودر كده زي ما انتم شايفين اهو. بناخد شويه منه نحطهم في بوله تانية. انا بس حبيت اوريكم كل التفاصيل الموجوده في السوشي. في ناس كتير قوي انا اعرفها، اصدقائنا من عشاق السوشي. عندي انا بنتي برضو من يعني ممكن تروح تصرف كل فلوسها على السوشي ده. اي نعم هو غالي، بس في حاجات مش مكلفه خالص وفي حاجات غاليه جدا برضو عشان نقول الحق. يعني هتلاقوا مثلا الوسابي، الحاجات دي، الى جانب حاجات الديكوريشن. شايفين العروسه دي الياباني دي، شايفين القارب الياباني، الحاجات دي كلها بتبقى مكلفه، فعشان كده بيبقى تكلفه السوشي شويه غاليه. لكن هو في الاساس، هات ميه يا سعد من فضلك اهو. لازم نعجن العجينه دي، هو عامل زي الدقيق بالظبط. الله ينور يا مجدي. ناخد كده شويه كمان من الميه اهو، بنقلب مع بعض كده لغايه ما تبقى معايا عجينه متماسكه. شايفين ده بقى الوصابي اللي انتوا بتشوفوه، اوعوا تكتروا منه. الذره من ده اللي هي قد راس عود الكبريت بتعمل درجه زي تخلي النافوخ كده ينور زي ما بيقولوا. فهو بيتحط بيدي طعم، عارفين الفجل الحار، ولكن هو ما تكترش منه. ده هنقدمه برضو مع الاكل بتاعنا. فتعالوا معانا ناخد اول حاجه عندنا ومقاديرها تظهر، بس بعد ما اخد معايا اتصال. معايا الاستاذه هناء، اهلا بحضرتك. ازيك يا شيف؟ اهلا بيك يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. معلش يا شيف، بس عايز اعرف طريقه عمل كنافه بالقشطه. كنافه بالقشطه. طب هقول لك حاجه، ها خليكي معايا لغايه يوم الاثنين، هعمل لك الكنافه النابلسيه، وفي نفس الوقت اقول لك على الكنافه القشطه لان هي قريبه جدا منها. ايه رايك؟ عشان تبقى حلقه عملي وتنفذ قدامك. ايه رايك؟ طيب بشكرك على اتصالك. تعالوا بقى نعمل اول نوع من السوشي بتاعنا. نعم، هنعمل اول واحد بقى ونطلع بريك يا مجدي. حاضر. هناخد اول واحد اللي هو التاكي رول. تاكي رول
اللي هو بيبقى اوراق اللورة من بره. يعني ايه؟ هنجيب الحصيره اهي، شايفين، هنحطها كده ونجيب اوراق النوري. ايوه برافو عليك يا سعد، معلش النهارده هتلاقوا الدنيا ما فيهاش مقادير بالجرامات زي زمان، لان احنا بنشتغل كده اهو، شايفين هنا ورقه النوري. وبعدين هاخد كده شويه من السيرب اهو وندهن. طبعا الرز فيه سيرب، وهندي برضو شويه من السيرب فين؟ على اول نوع، ده اول نوع اهو. يا ام مريم. نعم. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك؟ انا بخير والله، طول ما انت بخير. ازيك يا اجمل شيف في العالم. الله يكرمك، ده شرف ليا، ربنا يخليك. والله ابدا. الله يكرمك يا رب. احنا مش قادرين نوفي جمايلك علينا. الله يعزك، الله يخليك. عايزه بس الزلابيه. حاضر من عينيا. حاجه تانية؟ لا، عايزه سلامتك على طول يا ترى. بشكرك بشكرك، ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك. احنا شايفين بعمل ايه؟ بشكر ام مريم على اتصالها. بفرد طبقه حوالي ربع سنتي من الرز اهو بالراحه. احنا هنعمل اول نوع، وبعد كده نيجي نعمل مع بعض ثلاث انواع ورا بعض، اللي هو الفيلادلفيا. التاكي رولز هو عباره عن اوراق نوري، والرز اللي احنا عملناه، وسمك سلمون طازج، وافوكادو. هقول تاني، التاكي رولز اهو ورق النوري عليه الرز، وبعدين هناخد عليه شرايح من الافوكادو اهو، شرايح كده اهو من الافوكادو، وبعدين ناخد اوراق قطع من السلمون الطازج. السلمون الطازج، ادي قطع من السلمون الطازج، طازه ني ده من حلاوه بس لازم يكون طازه طازه، ما يكونش وهندهن ايدينا كده ونعمل ايه؟ بالسيرب. وبعدين ناخد شويه منين بقى؟ من شعره صغيره بالصباع كده فوق السلمون اهو، من الوسابي، شايفين الشعره الصغيره دي؟ وبعدين الفه رولز. يا ام يوسف، الو يا ام يوسف، الو ام يوسف، تقريبا الخط قطع، حاولي تكلمينا تاني واحنا منتظرين تليفون حضرتك. بنلف رول اهو اهو، بعد ما بنلف رول هنستأذنكم وناخد فاصل سريع. بعد الفاصل هنشوف مع بعض بقية مقادير ثلاث أنواع تانيين من السوشي. بس عايز أقول لكم حاجة، وإحنا بنقفل كده الرول لازم نضم كده أهو، الحركة دي هي اللي بتقفل الرول معايا صح. هنستأذنكم فاصل سريع، بعد الفاصل هنشوف مع بعض ثلاث أنواع تانيين من السوشي. خليكم معانا عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد فقط، ولكن على تلفزيون الحياة، بعد الفاصل.